يسعدنا بموقع هي اليوم إنه نستضيف مبدع من عالم الأعراس نيمن عزة، الاسم اللي ارتبط بأكبر وأهم المناسبات وحفلات الأعراس بالعالم من أكثر من 30 سنة. مؤخراً رجع نيمن عزة على لبنان ونظم أجمل وأحلى حفلات الأعراس اللي انحكى عنها كتير، ومن بينها عرس الإعلامي وسام بريدي وريم السعيدة والفنانة لارا اسكندر. سيو عزة، أهلا وسهلا فيك بموقع مجلة هي. حابين نعرف منك اليوم عن بصمتك الخاصة بعالم الأعراس. أولاً بتشرفي، أهلا وسهلا فيكم، ودائماً بعتمد على بالبصمة اللي بدك تقليها على خمس حواس الأساسية اللي عند الإنسان. وشو ما تكون، شو ما يكون جنسه ولا شو ما يكون عمره، هيدا كتير مهم لتفوتي بهالخمس حواس. هيدا دائماً البصمة ببلشها من هون. هلأ برجع بزيد عليها البصمة الخاصة اللي بيكون من بصمة الزبون وبصمتي أنا لنتلاقى سوا. في ناس بحسوا أكتر ما يشوفوا، في ناس بيتزوقوا أكتر ما يسمعوا. سو هيدا إذا بتدمجي كل شيء بس تعمليه على صعيد أكيد مناسبة مثل ما لازم، يعني إذا كانت عرس هلني عم نحكي عن الأعراس. الموضة بتطغي بلمساتها على كل المجالات ومنها على عالم الأعراس. هون كيف فينا نجمع ما بين الإبداع والفكرة اللي ممكن نحنا نشتغل عليها وما بين لمسات الموضة؟ هلأ حسب الواحد شو مفهوميته بالنسبة للموضة. بنظري أنا الموضة هي ثقافة وبساطة. هلأ ثاقبت أنه أنا عندي كتير كان بيس وأساس كتير بالموضة يلي هي موجودة بأوروبا، كنت كتير أنا انفولف بهالقصة هيدي، بس دايما حاولت أخدها بثقافة، تثقفت منها وتثقفت بالبساطة تبعها، بس عمال يلي هو بيتلاقى مع الناس تبع السوشيال ميديا ولا نحن وين. حسب ما ذكرت حضرتك انه بلشنا من 30 سنة بالأعراس وبالمناسبات العالمية، بس دايما انه الواحد ما بيقدر يكفي هيك اذا ما عنده بساطة ويفهم مزبوط شو هي الموضة، لان واحد لازم يتسقف مزبوط. تجي كيفنا ندمجها بالأعراس؟ بس ندمجها بالأعراس أولاً بدك تفوتي على 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 المساحة تبع العرس، قدي العرس كبير قدي صغير، شو في من شو بيتألف، أي عصر انعملت هالصالة ويا أي مطرح إذا كان عم بينشغل برا. هو بدك تفوتي فيها شوي بثقافة فيها. شو النصيحة اللي بتوجهها للعرسين ليوجهوا عرسهم نحو الحلم، الحلم يلي دايماً كانوا يعيشوه من طفولتهم ليوصلوا لهيدا اليوم؟ حبيتوا هالسؤال، لأن أوقات بيجيك ناس عرسان بتكوني أنت مجوزة أخوتهم، يعني اثنين ثلاثة قبلهم، هي بتصير أهين، لأن بصير في ثقة كتير كبيرة عند الأهل وعند العرسان بيكون بقلب، لأن منا هينة تبلشي تعملي عرس لأول مرة. أول شي بطلب منهم بليز وثقوا فيني، بليز قلوا لي خبريتكم، بترجاكم حلموا، ما تخافوا، ما نحط بادجت، ما نحط أي مطرح، شو بدكم، شو الحلم تبعكم. بالوقت ذاته ببلش أسألهم إشياء صغيرة، وأنا بأيد بأيد بأيد. بصير بوصل لوقت إذا قعدت معهم تمشي ربع ساعة، إذا شفت عم بيتجاوبوا أوقات بنقعد ساعتين، حتى بصير لوقت مثلا تجي العروس تقول لي أنا بحب البالونات، بيجي العريس بيقول لي أنا بحب البوق الفوتبول. اوكي بدخلهم اوقات التاتش الفوتبول والبالونات، الاشياء اللي بدهم اياها من هي وصغيره. ما كل ما خلاني احلم الشخص كل ما انا ارتاح معه. هلا بقول لهم رجعوا لي بعد 10 ايام، بس شو بكون عامل؟ انا رجعت حطيت كل شيء على الورقه، صرت احلم اكثر منهم، رجعت حطيت كل شيء انه وين الرياليتي، اما الشيء المزبوط رسمت لهم يلي هن بدهم اياه. وصدقيني عادة عم بحكيك إن كان من بلدنا من لبنان ولا إن كان من البلاد العربية الأخوة العرب ولا كان من أوروبا، من أي دين ولا من أي جنسية، تقريبا مش قاعد أكتر من مرة لأقدر أقنع الشخص باللي بحبه، لأن أنا بكون عملت شو بقوله درسي معهم، عملت الفرض يلي لازم أعمله. بدي أعرف من حضرتك شو المواصفات المطلوبة لمنظم الأعراس لحتى يبدع بمجال شغله؟ أول شيء يعني أحسن مواصفات اللي لازم تكون عنده إنه ما يحس حاله نجم،
يعني لازم أول شيء يكون إجراء على الأرض ويطلع هالنجم بهالسماء تيقدر يكون نجم. يعني تاني مواصف الحلوة إنه يكون شبعان وما يطلع عزبون بس كشغل كفلوس، إنه حلو 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 الشخص يحس بالعرس، لأن هذا العرس بينعمل شيء شخصي ولمرة، يعني يحب الزبون، يعطيه الحب، يعطيه الإخلاص لإله، بعدين يفلش وراقه على المزبوط شو اللي بده ليقدر يكفي العرس. قديش الميزانية بتحد من تنفيذ أفكار حلوة أوقات للعرسان؟ ليك الميزانية مهمة بس منا كل شيء، لأن كمان في ناس لو معها ما بدها تعمل ميزانية كتير منيحة كتير كبيرة، بس لما بتكوني مبدعة بالطريقة المزبوطة فيكي كمان تخترع بميزانية تقدر تقبل لو كانت صغيرة تقدر تعطي هالمساج وهالشغلة الحلوة للزبون. وما ضروري الواحد انه لازم يصرف كتير ليبين شي حلو، اوقات فيك تصرفي قصص كتيرة ولا يبين حلو، بقى اذا واحد شاطر بيقدر يشتغل لاتنين. وبنختم مقابلتنا معك لتخبرنا عن شو جديدك بإطار تنظيم المناسبات وحفلات الأعراس. هلأ دايماً أول السنة، أنا السنة دايماً لإلي من شهر تشرين، يعني من أكتوبر ونوفمبر، هي بعطي شهرين لإلي لأقدر أرجع حط حالي بمحلي وشو أقدر أعطي شي جديد أوكي لهالدومين الأعراس. هيدا كتير بياخد من وقتي لكفي مطرح ما أنا بس حابب، بس هلأ صارت شوي ريالتي إنه أصال لوقت أقدر أعطي قد ما الله عطيني نجاح والله عطيني ذوق إنه أقدر مرقه للي أصغر مني يلي للأكاديمي. وبيجي وقت رح أعمل مثل institution أوكي، مثل مؤسسة صغيرة وما تكون بفلوس، يعني أجي أعطي 3 محاضرات بالسنة بالجمعة للناس لأقدر أعطي الخبرة المضبوطة كيف لازم يكفوا بهالدومين هيدا، لأن هيدا دومين حلو كتير. إذا ما بتعملي شيء بهيك دومين ما إلو دايما إلو نهاية. هيدي من الأشياء اللي عم بعملها وقردي بلشت، مش أنا أكتب، أنا ماني شاطر بالكتابة، بس بلشت حضر كتاب، بس مش إنه كتاب صور، كتاب خبرية شو خبرتي بهالدومين هيدا، وإن شاء الله بس بعد بده شي سنة ونص ليخلص اوكي. وهيدا كان يعني هيدا من البرامج الحلوه اللي بدي اعملها. ان شاء الله بالتوفيق. مشكور كثير على وقتك وعلى استضافتك لنا. ميرسي كثير وبتشرف بوجودكم انتم. ثانك يو.